لله بالمكسب ده خلصنا الدور الاول بالهزيمه وطلعنا اول مجموعه. بعد كده بالنسبه للناس اللي بتتكلم ان البطوله مش جامده، هو احنا بنختارش مين يشارك، هي البطوله مفتوحه للناس كلها، فدي مش مشكلتنا والله. احنا اي حد يجي اهلا بيه وهنكسب اي حد ان شاء الله، فاللي عاوز يتكلم يتكلم. احنا عندنا بطوله، ما فيش حاجه اسمها بطوله سهله. شفنا النهارده الرياضه يعني ملهاش كبير، كل ماتش في الملعب، لو ما بذلتش مجهود مش هتكسب. فالبطوله مش اصعب من السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت ما كانتش يعني فيها فرق اقوى بكتير، وربنا يوفقنا في الجاي ان شاء الله. طبعا احنا الحمد لله طبعا يعني مش هنقدر نقول مقصر قوي، لان احنا بيبقى عندنا مخطط احمال طبعا، وبنحاول ان احنا على قد ما نقدر نبقى مخططين طبعا للجدول المضغوط جدا للمباريات. بس مهما طبعا حاولنا نخطط ونعمل، اكيد ان احنا نلعب اكتر من 60 مباراه في يعني في حوالي 3 شهور بعد بندري بعد منافسات المنتخب، فطبعا ضغط على اللعيبه وكده. بس الحمد لله انا اعتقد ان يعني مدرب الاحمال بتاعنا مع كابتن ميدو، اعتقد ان احنا يعني معمول شغل كويس جدا ان شاء الله، ونقدر ان احنا نكمل الموسم ان شاء الله على مستوى ثابت ان شاء الله. يعني زي ما بنقول دايما الوصول للقمه صعب، لكن نحافظ عليها ده حاجه اصعب، فاعتقد ده ضغط علينا. وبس ان شاء الله احنا فريقنا رجاله، وان شاء الله نقدر نفرح النادي الاهلي ونحافظ على البطوله ان شاء الله.